وصل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إلى المملكة العربية السعودية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية القتالية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الأمير عبد الله بن فهد آل سعود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وسعادة السيد عبد العزيز باعشن الأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية القتالية الذي أقيم على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة السعودية الرياض. وحضر حفل الافتتاح سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وسعادة السيد مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته البالغة بحضور حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية القتالية التي تقام لأول مرة في المنطقة العربية، معربا سموه عن ثقته الكبيرة بقدرة المملكة العربية السعودية على استضافة الدورة بالصورة اللائقة والمشرفة، وذلك على ضوء ما تمتاز به من بنية تحتية متميزة وخبرات تنظيمية وسمعة رياضية عطرة لتكون قبلة لأكبر الأحداث الرياضية العالمية. وأكد سموه على أهمية إقامة الدورة التي تضم سلسلة من الألعاب القتالية في نشر وتعزيز شعبية تلك الألعاب في المنطقة، متمنيا سموه لجميع المشاركين التوفيق والنجاح وللمملكة العربية السعودية دوام الرفعة والازدهار.